هاد اللعيبه تجوا معاكم مزيان، راه الناس كتست في الواقع بالملايين، الواقع كتكري ما حال، كتحل الشركه وكتسجل في دار الضريبه، وفي الاخر ما كتربحش وما كينجحش لك المشروع. هو 95% غادي تفشل في العام الاول، 99% غادي تفشل في الخمس سنين الاولى، 1% هما اللي كيستمروا. حنا الميزه عندنا في الايكوميرس هي كتجرب فلوس قليله، 20 دولار 20 دولار كثيره، ممكن تيست ب 10 دولار 20 دولار كيبان لك واش كاين ولا ما كاينش، وهذا الشيء ما كاينش في الواقع. يعني الايكوميرس راه واعر. النهار ما كتحل الريستورون كتسلك شي صرف واحد 300 مليون باش يحل الريستورون ويكرا والصداع والموضاج وكل شيء. انت راه كتيستي قبل ما تجيب السلعه، راه كاين ممكن انت تجيب السلعه ودير لها اشهار وتلقاها ما كتباعش، ما تجيبش تباعك وتقول لها انا رزقي مش هكذا. هي هادي حنا كنديرو يوتيوب بروجي اللي زوين في الايكوميرس، ديرو على يوتيوب بروجي صغيره. شحال صافتي في المجموع؟ 16 دولار. دراري البنات اللي تيقولوا لي راه تيستيت هاد اللعيبه تجوا معاكم مزيان، راه تيستيت هاد البرودوي وضيعت 20 دولار، ترى الناس كتيست في الواقع بالملايين، الا حليتيتي لبوتيك شحال هادي راه كتخسر الملايين وفي الاخر ما كتربحش وما كينجحش لك المشروع. الناس كتيست ريستورون كتيستي شي حاجه بالملايين وفي الاخر ما كتصدقش. حنا الميزه عندنا في الايكوميرس هي كتجرب فلوس قليله، 20 دولار 20 دولار كثيره، ممكن تيستي ب 10 دولار 15 دولار، 20 دولار كيبان لك واش كاين ولا ما كاينش، وهذا الشيء ما كاينش في الواقع. الواقع كتكري ما حال وكتونجاجا وكتحل الشركه وكتسجل في دار الضريبه وفي الاخر احتمال كبير غادي تفشل. هو 95% غادي تفشل في العام الاول، 99% غادي تفشل في الخمس سنين الاولى، 1% هما اللي كيستمروا. يعني الايكوميرس راه واعر. هنا الاخوان كنت مريض راه لابس لكم ماما، شوفوا هما اش لابسين. الصيف الطيرون راه درجه الحراره 42 هاد النهار هذا، شوف انا شنو لابس، لان كنت كنترعد ولكن خصنا نجيو نقريو لان ما كاينش الوقت، عندنا 3 شهور وما كافياش. ضحيتي يا اخويا، عرفتي انا في هاد اللقطه هادي مازال عاقل، كنت كنقول بهاد خونا هذا وهاد الفلوس اللي عنده سالا حياته ومريض ومايد باش يقرب برقلو فيه العيون الدراري. انا بلاصتو ما نوضش. لا 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 الدراري شوف والله الا علاش خصنا ننجحوا التجربه، لان كلشي كيتسنى اشنو غادي يطرا، اشنو غادي، واش الدراري يقدروا يديروا ريزولتا بخمسه بيهم. اوف شوف السلسله غادي تحط عام قريب وغادي يبان لكم كل واحد اش دار والمجهود اللي درناه معاهم. صراحه اللي كنتمنى هو الدراري يكملوا في هذا الشيء والله يوفق الجميع. حنا درنا معاهم تبقى نحطوا السلسله، يبان لك درنا معاهم الجهد وكثر من فوق الزاده. شوف هذا الشيء، هذا واحد مريض كيترعد ولابس وجاي يقري. انت راه الحصه الاولى مرصتي ورغت ليه جاي وانت عيان. شوف الدراري زعما شوف ملا تحت السلسله غايبان لك شنو درنا معاهم، راه الجهد ديال الجهد، راه درنا معاهم واحد الجهد يا فوق الخايل اللي تنتمنى من الله الله يوفقهم، الله يوفقهم، الله يهديهم على راسهم يكملوا في هذا النيفو هذا ويبقاو غادي. فهمت هادشي اللي كاين الاخوان، تحت السلسله غايبان كلشي ان شاء الله. المهم هو راه المفيد ديال المفيد، كلشي غادي يستافد ان شاء الله. دراري انا نعاود لكم شنو وقع، لان فريمون راه ما يمكنش. هاد الصباح هذا كنت مازال عندي مع الدراري حتى شي 10 ولا 11 عاد كنجي عندهم، وكنت كنفطر في واحد القهوه، وكانوا هما ديك الساعه خصهم يكونوا في الكووركينغ سبيس خدامين. واحد اللحظه كنشوف فرعون جا وانا نحسو، المهم عطيتو بينيسيون جا هو وبرقل، شويه شاف راسو رجع وايل، واش غيبقى بينيسيون بوحدو لا شنو غادي يدير؟ غادي يقيد معاه البناي ايوب، غادي يصيفطو حتى صيفطو كل واحد القهوه مزيانه غير سير اصاحبي ما تخافش كدا كدا. فصيفطو هو يصون عليه، الو اناس تلقى خويا راه البناي راه جاي. راه فريمون راه تبارك الله ديك السيد راه واخا كيبان صغير وكذا ولكن راه دماغ جن اخويا جن 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 دماغ. هذاك الذكاء ديالو الا خدمو الا خدمو في شي حاجه مزيان اي حاجه يمشي بعيد يمشي بعيد. دماغ ديال بصح اخويا. شوف راه دماغ وكتبان لك، علاش؟ اولا تبارك الله 17 عام دايره التبلبيله كامله، راه ماشي شي حاجه سهله. ثانيا ثالث برودوي ديالو مشى واعر،
وزيد 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 كل نهار كنكتشفوا ان خونا جينيوس غير هو خصو يحط داك الشيء خصو يحط بلاصه صحيحه باش تقيدي بنادم ديال 25 عام ثلاث كيقيده كيما بغى راه شيطان تبارك الله. وشوف سيري دايزه بحال هكا الضحك والمعلومه وكلشي حاولنا ندوزو واخا شي حوايج اللي كانوا اغريسيف خلينا وكنقول له شوف خلي داك الشيء كيما هو بغينا يوصل لبنادم هكا كيما هو يعيشوا معانا الصوره كانوا معانا مبروك تحياتي يا الشباب ونهاركم مبروك ستي تيوند شباب نهاركم مبروك عاوتاني هاد النهار ماشي ستيك عيقنا لكم بستيك عاوتاني هاد النهار الدلعه الدلعه خلا زير قبل ما يمشي قال لك ولينا اسبوع هي الدلعه هاكا خويا السيم واك ضرب لي ضرب لي على منظر انا مورا يا سلام عرفتي هنا الدنيا كتبان بلي كولور سبحان الله العظيم لي كولور زايدين شوف 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 حياة تمام ما عرفتش كاين شي حاجة ما شي حاجة زوينة شنو هي ما نعرف سبحان الله شباب غير هاد الصباح بدات واحد الشتا عرفتي قلت النهار دايز سبحان الله العظيم ساعة موراها يتقلب الجو يا سلام تبارك يا سلام نمشيو نترينيو وعاد نجيو نعيشو الحياة يلاه ليتس جو